بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة سهلة وبسيطة لتفتيح البشرة للوجه والجسم كله ان شاء الله بمكونات سهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ ونشوف. اول مكون معايا النهاردة هيكون النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، هاخد منها معلقة. طبعا انت ممكن تضاعفي الكمية زي ما انت عايزة، معلقة كده من القهوة او النسكافيه. هضيف عليها معلقة من الحليب النيدو او الحليب البودر، ومعلقة من النشا او المايزينا على حسب بقى ما هي موجودة عندك. نشا الذرة هاخد منها برضو معلقة. طبعا المكونات التلاتة دول مش هقولكوا يعني حاجة فظيعة في التفتيح، طبعا القهوة فيها مضادات اكسدة بتفتح البشرة وبتخلصنا خالص من التجاعيد وبتأخر كمان من ظهور التجاعيد، وبعد كده عندك النشا بتشد البشرة وبتفتحها وكمان بتقفل مسام البشرة. وعندنا حليب النوديو طبعا مغذي جدا للبشرة وكمان بيفتح البشرة تفتيح رهيب حلو جدا، حتى لو استخدمناه لوحده مع شوية مية ورد تحفة يا بنات. بعد كده هضيف لهم بقى ايه؟ مية ورد لو عندك، لو عندك حليب، عندك زبادي، اي حاجة من التلاتة دول تنفع معانا في الوصفة. هاخد كده بقى معلقة وكمان معلقة. طبعا الكمية هفضل اضيف مية ورد لحد ما احصل على القوام الكريمي اللي اقدر افرده على البشرة. هقلبهم كويس جدا ونشوف هيبقى قوامه عامل ازاي. خلاص يا بنات، هو ده القوام اللي انا عملته. طبعا هو ده بيبقى شكله على الايد، ده طبعا بتحطيه على بشرتك على الوجه والرقبة وعلى الجسم كله وتسيبيه لحد ما ينشف، وبعدين تفركيه. مع الفرك ده يا بنات هيشيلك اي جلد ميت، هينضفلك البشرة، هتحسي ان بشرتك وردت كده لما استخدمتيه. طبعا هو بدأ ينشف معايا اهو يا بنات. طبعا بعد ما بتفركيه بتغسلي على طول بشرتك بميه فاتره، وبعدين بميه بارده او مكعبات التلج كده تمشيها على الوجه او الجسم، طبعا بتغسليه بميه بارده، وعلى طول ترطبي بشرتك بالكريم او جسمك باللوشن. تستخدميه مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع، حلو جدا يا بنات قبل العيد كده هيخلي جسمك زي الفل. بتمنى الفيديو عجبك، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشاري لصاحباتك، ولو كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.